من ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية منا على روح النبي صلى الله عليه وسلم وعلى روح أمواتنا. نصعد مع أحد أعلام الإذاعة والتلفزيون وهو من يمتعنا في صلاة الفجر مولانا الشيخ منتصر الأكرم، وإن شاء الله من بعده يختم الليلة الشيخ عطية نجم وفي جامع عمر مصر. فكان من سر اللي أنا اكتشفت سر نجاحه حينما يؤذن المؤذن يذهب مسرعا إلى المسجد. زيادة انظر اللهم له في بصره حتى يرى مقعده من الجنة. وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم اكتب له عتقا وبراءة من النار، اللهم اكتب له عتقا وبراءة من النار، اللهم شفع فيه القرآن وشفع فيه الصيام. السادة رؤساء التحرير، أهل الفن والإعلام والثقافة، شكر الله سعي كل من حضروا إلى هذه المؤسسة. مش وقت.